لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعده، فنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في دراسة كتاب سبل السلام للصنعاني رحمه الله، وهو شرح يعني قريب من المتوسط على متن بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. سبب الاختيار لهذا الكتاب هو تكملة يعني الصورة وتتميم الأمر بالنسبة لمن يدرس في الفقه. فالخطوة الماضية كانت شرح كتاب من كتب الفروع متن الدليل، وتناولنا فيها بالشرح منار السبيل، وربما لا تكون المحاضرات كلها مجموعة لدى الإخوة، نجتهد بإذن الله عز وجل في توفيرها له. يحتاج طالب العلم أن يدرس كتاب فيه أدلة الأحكام لينظر كيف استخرج أهل العلم الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبلا شك هذه يعني خطوة ترسخ في نفس الطالب تعظيم الدليل وتعظيم ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنها في الحقيقة تأخذ بيديه لتكوين ملكة الاستنباط، يعني كما سنرى كيف أن العلماء يعني يطبقون القواعد الأصولية ويستنبطون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام التي دونها بعد هذا يعني أو دونها العلماء في كتب الفروع. اختيار الكتاب في الحقيقة لأن نحتاج متن ليس بالصغير ولا هو بالطويل الذي يأخذ عمر الذي يستغرق عمرا طويلا، فيعني أثرت متن بلوغ المرام لأنه متن متوسط. يعني مثلا لو قلنا مثلا متن منتقى الأخبار للمجد بن تيمية فهذا كبير جدا ويأخذ أعمارا، وإن شاء الله يعني ممكن يكون له طريقة أخرى للمدارسة إن شاء الله نفكر فيها. وكذلك لو أخذنا متن صغير يعني ربما لا يكون مناسبا بعد أن أخذ الإخوة كتاب منار السبيل. فيعني كنت أرى أن الست يحقق الغرض. هذه واحدة. وأيضا من ضمن أسباب الاختيار أن يعني هذا الكتاب صاحبه، أقصد كتاب الشرح لسبل السلام، صاحبه كان يعني قوي جدا في الأصول، وفي الحقيقة يعني سنرى كيف يعني تطبيقه للأصول دائما في يعني الفهم والترجيح والاستنباط، وهذا أمر يعني يطور طالب العلم في الحقيقة جدا. وإن كنا نأخذ عليه أنه يعني أحيانا كثيرة وكذلك فيه ميل للظاهرية، ويعني هذا يعني لا يوجد كتاب لا يعني لا يؤخذ عليه يعني أو لا يوجد عليه مؤخذات، ولكن الكتاب في مجمله مفيد جدا لطالب العلم. طريقة يعني طريقة الشرح ستكون فقه أو التركيز على الأمور الفقهية، بمعنى في الكتاب سيستغرق وقت في التعريف بالراوي، التعريف بصاحب الكتاب الذي أخرج هذا الحديث، ما هو مسند البزار، ما هو مستدرك الحاكم مثلا، يعرف أو يعطي ترجمة مختصرة للحاكم، للبزار، لابن خزيمة. طبعا هذا يعني لا يعني ليس هو المراد في هذا الدرس، وهذا قراءته الإخوة تستطيع يعني وحدها أن تقرأ و تفهم. هذه نقطة أولى، فلن نعرج على ما في الكتاب من تراجم. النقطة الثانية أيضا لن أو سأجتهد في أن أتجاوز ما ذكره من مذاهب الزيدية وأكتفي بذكر مذاهب أهل السنة، إذ أنه رحمه الله كان زيديا، وإن كان بلا ريب هو في الحقيقة هو الشوكاني رغم زيديتهم كانوا سببا في هدم هذا المذهب والانتصار للحق في ما يعني تناولهم للقضايا. ولكن يعني حتى نتمكن
وهذا مشروع يعني لعل أحدكم يقوم به حتى نتمكن من اختصار، حتى يكون الأمر موافق، يعني نكون اختصار للكتاب فيه اقتصار على مذاهب أهل السنة حتى نتمكن من هذا. سأجتهد في تفادي أو يعني القفز على مثل هذه الأمور، سأتركها يعني سأتجاوزها، يعني لن أقول مثلا آراؤهم وغير هذا، يعني سنتجاوزها، يكفينا مذاهب أهل السنة، وإلا ف يعني المذاهب الأخرى أصلا لو فيها من حق فهو موجود داخل مذاهب أهل السنة، وما انفردت به من باطل فهذا لا نريده. كذلك أصلا صحة النسبة إلى آل البيت، لأنهم في كتبهم ينسبون لآل البيت أقوالا، أين يعني السند الصحيح الذي تطمئن به لأن هذا قاله علي، قاله جعفر، قاله فلان، قاله فلان، ولذلك لن نعتمد على كلامهم، فهم ينسبون إليهم أقوالا، وهذه الأقوال لا يمكن أن نطمئن إلى ثبوتها إلا بعد أن ترد إلينا بنص صحيح ثابت عنه. أما المذاهب الأربعة في الكتب مدونة، مذاهب الصحابة أيضا يعني مصنفات وغيرها موجودة، ويعني هذا اختصار عن طريقتنا في الشرح بإذن الله، نسأل الله التوفيق والسداد. يعني الإخوة في البداية يعني تخلص، فيعني العمل بغير الإخلاص وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة، ويسألون ربهم سبحانه وتعالى التيسير والمعونة، فالله عز وجل يعني يعلم من يشاء ويفتح على من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. قال كتاب الطهارة، يعني كما اتفقنا في طريقة الشرح سنبدأ من المقصود، واضح؟ يعني نحن ليس لدينا وقت ولا طرف من الوقت ان احنا نطيل في اشياء الاخوة تستطيع تحصيلها وحدها، خاصة الدرس على فترات متباعدة. قال كتاب الطهارة، هما اي كلمة كتاب وكلمة الطهارة، هما في الاصل مصدران اضيفا، يبقى الكتاب مصدر مضاف الى مصدر اخر وهو الطهارة، كتب يكتب كتابا، وكذلك الطهارة طهر طهارة أو طهر طهارة، وهناك من يقول طهر طهارة وطهر طهرا، المسألة قريبة. قال وجعل اسما لمسائل من مسائل الفقه، اللي هي المسائل التي في كتاب الايه الطهارة تشتمل على مسائل خاصة، وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين في ذلك. وفي الحقيقة كأننا لو نظرنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال بني الإسلام على خمس، وذكر الشهادة ثم الصلاة، وكذلك لما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، فالركن الأول الذي هو الشهادتان فصل في علم مستقل وهو علم الإيه؟ التوحيد، وصار الفقه يتكلم عن الأمور العملية. فلما كان أول ركن عملي بعد الشهادتين هو الصلاة، فكان المناسب أن يبدأ بالصلاة، ولما كان الصلاة لابد لها من شروط تتقدمها، فمن المناسب أن نبدأ بذكر الشروط، تفهموني ولا لا؟ ولما كانت الطهارة هي أكثر الشروط فيها أحاديث وكلام، فاعتاد العلماء أن يبدأوا بالإيه؟ بذكر، وإلا فستجد يبدأون بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ويذكرون شروط الصلاة، ستر العورة كذا كذا كذا، كأن في الحقيقة كأنهم قالوا كتاب شروط الصلاة في البداية ثم أخذوا أول شرط وهو الطهارة، وأفردوا بالتأليف لكبر في الحقيقة ولأهميته. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور صلى الله عليه وسلم. قال وبدأ بالطهارة اتباعا لسنة المصنفين في ذلك، وتقديما للأمور الدينية على غيرها، واهتماما بأهمها وهي الصلاة. يعني ايه تقديم للأمور الدينية؟ يعني قبل النكاح وقبل البيع وقبل الايه، يعني هذا جزء العبادات يعني، تمام؟ قال ولما كانت الطهارة شرطا من شروطها بدأ بها كما ذكرت تقريبا، وهنا اسم مصدر طهر تطهيرة وطهارة. يعني أنا لا أريد أن يعني أتوقف كثيرا عند الأمور اللغوية، وإن كان أكثر اللغويين ليس طهارة ولكن طهرة وطهرة، وإلا فطهرة ليس مصدرها طهارة ولكن مصدرها تطهير كما هو معروف، فعالة تفعيل، والله أعلم. لكن هم يعني إما أنها طهرة طهارة، والبعض يقول طهرة أيضا تجوز كما هو صنيع صاحب لسان العرب على ما أذكر وغير. طيب قال مثل كلم تكليما وكلاما،
وحقيقتها أي حقيقة استعمال المطهرين أي الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة النجس والحدث، لأن الفقيه إنما يبحث عن أحوال المكلفين من وجوب وغيره. طيب نستعير تعريف الفقهاء للطهارة سريعا كما ذكر صاحب الزاد وغيره قالوا أن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه هي الطهارة. ارتفاع الحدث، وكما هو معلوم أن الحدث وصف قائم بالبدن، يعني الوصف ليس شيئا، يعني الحدث ليس شيئا حسيا ولكنه شيء معنى ماشي معنويا، ولذلك تقول إنسان محدث لو بصيت أو نظرت إلى بدنه لن تجد فيه شيء زائد، يبقى وصف قائم بالبدن، يبقى يوصف به بدن الإنسان، يبقى الأواني لا توصف بالإيه؟ بالحدث، والثياب لا توصف بالحدث، تمام؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يبقى يقال محدث فيحرم عليه الصلاة، واضح ولا لا؟ وهكذا. والحدث كما هو معلوم حدثان أكبر وأصغر، فما أوجب الغسل فهو الحدث الأكبر، وما أوجب الوضوء فهو الحدث الأصغر. طيب ارتفاع الحدث وما في معناه، ليه وما في معناه؟ يبقى خد بالك من التعريف، يبقى ارتفاع الحدث يسمى إيه؟ طهارة. يبقى أنا الآن دخلت الخلاء فأحدثت حدثا أصغر ثم توضأت، فالوضوء يسمى إيه؟ طهارة، معي ولا لا؟ من تطهر في بيتي، صح؟ فتطهر دي ربما توضأ واغتسل، يبقى ارتفاع الحدث ها طهارة، إما أصغر إما إيه أكبر، تمام؟ قال وما في معناه، يعني إيه ما في معناه؟ يعني مثلا إنسان يجدد الوضوء، هل نقول طهارة ولا ليست طهارة؟ ولكنها ليست ارتفاع حدث، ولذلك قالوا وما في معناه. وزوال الخبث وهو ها النجاسة، تمام؟ النجاسة عند الفقهاء وكما يذكر الحنابلة نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية التي يعني لا عندهم في الأصل لا تطهر أبدا إلا بالاستحالة في الخمر مثلا، دي النجاسة ها العينية. لا أريد ذكر تعريفها الآن، كل عين خبيثة حرمت وكل عين حرمت ولا لضررها ولا استقذارها ولا لحرمتها، تعريفها محفوظ يعني، ولكن هيخذنا باب طويل في تعريفات لا نريده الآن، يعني نضرب لها أمثلة الآن. يعني مثلا روث الحمار هذا إيه اسمها نجاسة إيه، ولذلك النجاسة العينية دي تغسلها بالشامبو بالمنظفات هي في النهاية إيه نجسة روث الحمار. أما النجاسة الحكمية هو مكان طاهر، يعني نجاسة نشأت، إن النجاسة العينية وردت على محل إيه طاهر بس بشرط لبلل فيهما أو في أحدهما، لأن لو النجاسة نزلت روثة الحمار يابسة والثياب يابسة هتبص هتلاقي الثياب لما تأثر، انتوا معايا ولا لا؟ عشان كده يقولوا النجاسة الحكمية هي النجاسة الناشئة اللي بيسموه النجس الطارئ، هي النجاسة الناشئة عن طروء النجاسة العينية على محل طاهر لبلل فيهما أو في أحدهما، يعني إما الاثنين فيهم بلل زي نجاسة مبتلة والثوب أيضا مبتل، أو في أحدهما زي البول، البول فيه بلل لكن الثياب يابس بس هيعمل فيه إيه؟ وكذلك بالعكس لو ان البول يعني مليء بالماء واتت نجاسه ربما يابسه ولكن يعني الثوب اثر فيها فاخذ منها شيء، يبقى دي اسمها النجاسه الايه؟ الحكميه، وهي دي اللي بيذكرها في المنار وغيره باب ازاله النجاسه يقصدها، يعني هي دي اللي بيطهروها، ان المحل طرا عليه نجس فهم بقى بيزيلوا النجاسه التي ايه؟ طرات. طيب قال عليه رحمه الله: ثم لما كان الماء هو المأمورة ويجوز المأمور كلاهما صحيح، ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر به أصالة قدمه، يعني أصل الطهارة فين؟ بالماء. أما التراب فاستثنى عند العجز عن استعمال الماء ولا عند فقد الماء؟ لا نقول العجز أعم، عدم القدرة، فالعجز إما للعدم وإما للضرر، تفهمتوني ولا لا؟ يعني هو عاجز عن استعمال الإيه؟ الماء، إما لفقده وإما لإيه؟ لضرره. قال: ثم لما كان الماء، اسمعوا أنا أقول ألفاظ احفظوها أو افهموها، ألفاظ تعبر بها بعد ذلك. ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر المأمور بالتطهر به أصالة قدمه، أي قدم الكلام على أحكامه، فقال، عايزين نخلص الحاجات اللغوية دي بسرعة، باب المياه. والباب لغة ما يدخل ويخرج منه، صح؟ كالباب الذي في الخلف، مش كده؟ قال عز وجل: ادخلوا عليهم الباب، وقال عز وجل: وأتوا البيوت من أبوابها، وهو هنا مجاز، لأن باب المياه لن ندخل إلى باب لمسائل فقهية، صحيح ولا لا؟ ولكن أمر مجازي، يعني هو هذا مدخل لدراسة الإيه؟ هذه المسائل الفقهية. شبه الدخول في الخوض في مسائل مخصوصة، المسائل الإيه؟
المياه بالدخول في أماكن المحسوسة ثم أثبت لها الباب. يعني كأن الدخول هنا كالدخول هنا وجعل دي باب كما أن للحسية باب. والمياه جمع ماء وأصله موه ولذا صارت الهاء في جمع تقول إيه مياه لأن أصلها موه ففي المفرد في هاء. قال وهو جنس. ما هو جنس؟ كلمة ماء. الماء جنس تمام. كما أن الإنسان جنس يشمل الذكر والأنثى. أنتوا معي ولا لا؟ فالماء جنس يقع على القليل والكثير. فالماء سواء كان الكم قليل أو كثير يسمى ماء. إلا أنه جمع فقيل باب المياه. ليه بقى جمع مع أنه هو جنس؟ قال لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع. أني أحكم ماء النجس ماء ولا ماء طهور. وعند معظم الفقهاء يضيفون قسما ثالثا وهو الطاهر. فإن فيه ما ينهى عنه وفيه ما يكره وباعتبار الخلاف في بعض المياه كما البحر. يعني الخلاصة أن قيل مياه لأن هناك أنواع من المياه لها أحكام. يعني فهمنا الآن أن كلمة جنس أوسع من كلمة نوع. وده مهم في باب الربا لما يقولوا أن البر جنس والشعير جنس والتمر جنس وكل جنس تحته أنواع. فالبر جنس تحته البر المصري والأمريكي والروسي والأوكراني. يبقى قمح مصري أمريكي قمح أوكراني واضح ولا لا؟ روسي كل دي اسمها أنواع لكنه جنس واحد اللي هو البر. ولذلك لو هتبيع يبقى لازم مثلا بمثل وهتبيع قمح بقمح. لكن لو هيختلف الجنس هتبيع قمح بتمر ما في مشكلة كيلة بكيلتين كيلة بعشرة لا إشكال. ولكن لابد من أن يكون هذا بجد كما سندرس إن شاء الله. أما القمح بالقمح حتى ولو اختلف النوع فلا بد من شرطين مثلا بمثل يدا بيد. واضح؟ مثلا بمثل يدا بيد. خليكم في الألفاظ اللي احنا بنقول دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد. قال وباعتبار الخلاف في بعض المحكمة البحر فإنه نقل الشارح. طيب هيظهر لدينا دائما هنا مصطلحان. الأول المصنف والثاني الشارح. المصنف هو ابن حجر هو ابن حجر صاحب البلوغ. أما الشارح فهذا رجل زيدي المغربي له كتاب بدر التمام واضح شرح بلوغ المرام. فهذا البدر التمام اختصروا من الصنعاني فيه سبل السلف بس اختصر وأضاف وعلق ورجح فصار الكتاب كعبه عالي جدا من الأصل اللي هو البدر التمام. ولذلك حيقول كثير جدا معنا قال فين في الشرح اللي هو أصلا زي دي وإحنا مش عايزين نعرفه كويس كده ولا لأ. قال فإنه نقل الشارح الخلاف في التطهير به يعني ماء البحر عن ابن عمر وابن عمرو وسيأتي الكلام. لكن عموما الأمة الآن مطبقة منذ عقود يعني كان بعض السلف نقل عنه كراهة استعمال ماء البحر ثم انعقد الإجماع على بعد هذا. وأصلا هذا الخلاف في الحقيقة لا قيمة له مع وجود النص الصحيح الصريح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي النهاية أن في كون ماء البحر مطهرا خلفا المفروض خلافا يعني ما في نسخة ستخلو من أخطاء يعني خلافا لبعض أهل الصدر الأول اللي هو الصحابة كان بعضهم يخالف وبعد كده الأمر استقر على على جواز التطهر به. وكأنه لقدم الخلاف فيه بدأ المصنف بحديث يفيد طهوريته وحجة الجماعة. يعني هو يعني بصراحة يتفنن في توجيه الترتيب. لماذا بدأ ابن حجر بحديث هو الطهور ماء الحل ميتته بدأ بالكلام عن ماء البحر؟ فقال لأن الخلاف فيه قديم. هو في الحقيقة يعني لا أستطيع يعني هذا. فإن الكتاب الوحيد الذي ليس فيه عادة ابن حجر من الترتيب هو بلوغ المرام. يعني سنرى في الكتاب أن ابن حجر يقول أحاديث ثم يذكر أحاديث ثم يعود فيذكر أحاديث كان أولى أن تكون مع مع الأولى. ويظهر لي أنه ربما تعجل وخشي الموت
فألفه وكان ينوي بعد هذا إعادة الايه الترتيب ولم يعد. لكن طبعا يعني ابن حجر يعني من العلماء المعدودين عبر التاريخ، ويكفي كتابه فتح الباري، فهذا حقيقة ليس له نظير. ولكن سبحان الله يعني هو أخذ وقته في شرح، يعني تقريبا استغرق شرحه 35 عاما، ولهذا هذا هو الكتاب الوحيد يعتبر أو من الكتب النادرة جدا في الشرح الذي نفس الشارح في أوله كنفسه في آخره. عادة الشراح شرح كتب الأحاديث أو غيرها أنهم في البداية يوسع جدا ويستغرق، وبعد هذا يخاف أن تدركه المنية فيختصر، فتجد في نهاية الكتاب يكاد يكون الحديث سطرين وكلمات معدودة. أما ابن حجر فشرحه يعني وأخذ وقته فيه، وهو في الحقيقة مستفيد من كل من سبقه، يعني اطلع على كل الشرح، يعني تقريبا كل شروح البخاري قبله، فيعني ده ظاهر يعني لما من نقوله وحتى فيما يسهو في عزوه، يعني بعض الأشياء لا يعزوها فتجدها أيضا لمن سبقه. قال: وكأنه لقدم الخلاف فيه بدأ المصنف بحديث لن أستجيب لكم لأنكم خالفتم ما اتفقنا عليه، بحديث يفيد طهوريته وهو حجة الجماهير، فقال: بالإضافة إلى أنكم تخطئون ولا تراجعون، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. طيب مرة أخرى، لأننا يعني سنجعل الحفظ الأحاديث اختياري واضح، ولكن ما ينبغي لمن أراد أن ينتقل نقلة جديدة أن يحفظه، ستسعفك في الأحكام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: طريقتنا ستعتاد عليها، سنركز في الجزء الفقهي، سنتجاوز التراجم، سيترجم لأبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الآن ليس محله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، أي في حكمه، والبحر الماء الكثير أو المالح فقط، وهذا هو المشهور لدينا أن البحر هو الماء، وإن كان في القرآن الظاهر أنه يشمل الاثنين، وما يستوي البحر هذا إيه؟ عذب فرات، وهذا إيه؟ ملح. هذه تسميات تختلف يعني. قال: كما في القاموس، وهذا اللفظ ليس من مقوله صلى الله عليه وسلم، يعني كلمة قال رسول الله في البحر قطعا مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، هذا كلام من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. قال: بل مقوله مقول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هو الطهور بفتح الطاء المصدر، واسم ما يتطهر به، أو هو الطاهر المطهر كما في القاموس. فهذا أو هذه هي عبارة القاموس المحيط للفيروز أبادي، واضح. فهذا كتاب معجم في اللغة العربية، فلما عرف الطهور قال المصدر، واضح ولا لا؟ يبقى يعني هذا مصدر كالتطهر، واضح. قال: واسم ما يتطهر به، وهذا ترجيح شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يرى أن الطهور اسم ما يتطهر به، وليس أنه معدول به، وليس أنه معدول به عن طاهر. يعني إيه؟ يعني جمهور الفقهاء عندهم أن طهور فيها معنى زائد عن إيه؟ عن طاهر، معي ولا لا؟ فهو طاهر في نفسه، ها؟ هذا قول الجمهور. أما عند شيخ الإسلام لا يوجد ماء اسمه لا يوجد ماء طاهر غير مطهر، الطاهر غير المطهر عنده لا وجود له، لن يكون ماء. وهذا مذهب أكبر الأئمة الأربعة أبي حنيفة، ولا أرى أن غيره يسع المصريين في القاهرة فيما يظهر لي في كثير من الأحيان. كيف ذلك؟ اختلف الفقهاء، ربما يعني نستأنس، ربما أكون مخطئا في هذا ولكن أقرب، اختلف الفقهاء في الطاهر غير المطهر، صحيح ولا لا؟ فقالوا الطاهر غير المطهر هو الطهور الذي تغير كثير من لون أو طعم أو رحم أو ريح، صح؟ ولكن ما زال يسمى إيه؟ ماء. انتبه، عندي صورتين،
صورة لا خلاف فيها وصورة هي التي فيها الصورة التي لا خلاف فيها، وده خطأ يمكن وقع فيه صاحب شرح منار السبيل انه خلط بين الاثنين. الصورة التي لا خلاف فيها ان يخرج الماء او يتغير الماء كلية فيصير شيء اخر، يعني الحبر يسقط في الماء فيصير حبرا او يصير شايا، يعني هذا بلا ريب اللي انا اريكم اياه، مش ده شاي صح؟ اصله ماء ولا لا؟ صح. بس انت تقدرش تقول مية بشاي صح؟ هذا اسمه ايه؟ شاي، مش كده ولا لا؟ معايا ولا لا؟ حتى الناس تتريق لو خفيف جدا يقولوا ايه؟ ده مية. انتوا معايا ولا لا؟ يعني اذا كلمة ماء خلاف الاصل، يعني ده مش ايه؟ مش مية. مش كده لما يخففوا يقول لك يا عم ده مية، يعني ما بقاش شاي صح ولا لا؟ معايا ولا لا؟ فدي ما فيهاش خلاف، اللي هو تحول لسائل ايه؟ اخر. لكن لو انه زي بالظبط كده ايام زمان، ايام يعني ضيق ذات اليد او قبل الامكانات الحديثة دي، كانت الغسالة العادية الام بتغسل وبعد كده تنزل من خرطوم الغسالة، عامل ايه الغسالة؟ مية بصابون؟ لا، ده ايه؟ صابون بمية او في صح كده ولا لا؟ فهو الصورة دي عند ابو حنيفة هو كده اللي ما عادش ينفع ايه؟ لكن لو لسه بتقول مية بصابون يجوز التطهر به عندها، طالما لسه ما ايه؟ ها. واحمد عنه روايتان، المذهب ان هو زي الجمهور ده المشهور عندهم ان في ماء طاهر وغير ها وغير طاهر، لكن الروايه الثانيه اللي هي رجحها ابن قدامه مال اليها في موطن ورجح غيرها في موطن اخر، ان هو الماء المتغير ده طالما لسه اسمه ميه هو طهور، واستدلوا بظاهر القران الكريم. اين الدليل؟ فإن لم تجدوا صح، لو ما فيش حاجة تانية كان هو قربت كده، مش بالظبط بس أحسنت. قوله تعالى فلم تجدوا ماء ها فتيمموا، لم هذه أداة إيه؟ نفي. لم أداة وماء نكرة، قالوا والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن كلام الجمهور إن الطهارة بالماء المطلق فقط، تفهميني ولا لأ؟ هنا فلم تجدوا ماء، أي ماء سواء مطلق أو مقيد ما جتش. عايز اخش في الموضوع ده، طلعت بره الموضوع صح؟ لا في الموضوع. في الموضوع ماشي كويس الحمد لله. يعني احنا دلوقتي هو الجمهور قالوا ان الطهارة تكون بالماء المطلق، اما المقيد ده ايه؟ ما ينفعش. فالتانيين قال لهم لا، قال لهم ده الايه بتقول فلم تجدوا ايه؟ ماء. صح كده ولا لا؟ وماء ديت نكره في سياق النافي، زي بالظبط لم ياتنا رجل، يبقى اي رجل بقى؟ رجل بدين، مع ان رجل بدين ده قيد، مش رجل بس، رجل طويل ده قيد صح؟ يبقى لم ياتينا رجل، اي رجل، ولا بدين ولا نحيف ولا طويل ولا مسلم ولا كافر ولا اي حد. فقالوا اذا فلم تجدوا ماء، يبقى كله سواء الماء المطلق او ماء بكذا. انتوا فاهميني ولا لا؟ اللي بينزل من الحنفيه ساعات هنا بيبقى متغير كثير من لوني، كثير من طعمه، كثير من رائحتي، هيبقى في اشكال كتير جدا على مذهب الجمهور صح؟ عند ابي حنيفه اللي يحصل اللي هو ترجيح ابن تيميه مش هيبقى في مشكله. انتوا فهمتوها كده طبعا صح؟ وبعدين احنا بيقولوا هو كل قيد وخلاص، طب ما انت بتقول ماء البئري وهذا تقييد له. حد فاهم حاجه؟ بس طبعا دي فيها مناقشه يعني، ولكن ليس محلها. انت معاك كتاب؟ بص اهو يا ما تبص بقى ايه ده؟ اصل هتسرحوا مني، هنخش في الجد اهو. ابن تيميه الخلاصه بيقول ايه؟ بيقول طهور مش معناها ان هو ان في طاهر في نفسه مش مطهر، لا، بيقول طهور اسم لما يتطهر به. يبقى الماء طهور زي بالظبط السحور اسم لما ها؟ والوجور اسم لما ها؟ يوضع في يوجد في اللي هو الدواء لما تحط فين؟ والصعود بتحط فين؟ وهكذا. انتوا فهمتوا كلام ابن تيميه؟ عشان كده الحته دي هي اللي فيها الخلاف، اسمه ما يتطهر او هو الطاهر المطهر صح كده ولا لا؟ الجمهور عندهم الطهور ده مين؟ ها؟ الطاهر المطهر. وعند شيخ الاسلام هو ايه؟ ما يتطهر به. فهمنا الان؟ والماء يتطهر به الا ان يبقى حاجه ثانيه غير الميه خالص. استأنس لمذهب ابي حنيفه وابن تيميه والرواية الأخرى عن أحمد بظاهر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر عجين، وكذلك معروف السدر رغوته شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم اغسلوه بماء ها وسدر، ومعلوم أن الميت لا يجوز تغسيله إلا بما يغسل به الحي. مش السدر بيعمل رغوة ولا ما بيعملش؟ ها؟
زي الصابون بالظبط، وبيعمل رغوه قويه صح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، والا فالجمهور عندهم مشكله، هنحط السدر الاول وبعدين نحط ماء نظيف ولا نعمل ايه؟ عشان هو عندهم تصور ان هو ايه، ها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر شيئا بعدها، وقد خرجت عما كنت اريد الحديث فيه، فنعود ادراجنا الى ما هو هنا. قال رحمه الله: كما في القول وفي الشرع يطلق على المطهر وبالضم مصدر. ماشي، يبقى في الشرع يطلق على المطهر اللي هو الطاهر في نفسه، المطهر لايه؟ وبالضم المصدر اللي هو ايه؟ طهور. هو ده فعلا كلام جميل جدا في الغالب الاعم، ان الطهور يطلق على المطهر يقصد الماء، الماء نفسه. ده جيد يعني. يعني بصوا يا اخوانا، طهور هو الماء، طهور هو التطهر، وضوء هو ماء الوضوء، وضوء اللي هو الايه؟ عشان كده الضبط مهم. يعني لما قالوا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوء بالفتح اللي هي ماء الايه؟ الوضوء. قال: وقال سيبوي انه بالفتح لهما. هذه خلاف فقهي، ولا اسف خلاف لغوي، والذي اشتهر الاخير، الفتح ها للماده والضم للايه؟ للمصدر او الفعل. قال سيبوي انه بالفتح لهما ولم يذكره القاموس بالضم ولا الجوهري. خلاص، ده كلها خلاف ايه؟ لغوي. وذكرنا ما هو مشهور الان، الفتح ها للماده للمطهر نفسه، والضم للايه؟ قال: الطهور ماؤه هو فاعل المصدر، وضمير ماؤه يقتضي انه اريد بالضمير في قوله هو البحر بمعنى مكانه. طبعا فاهمين الكلام هنا؟ هقول النبي صلى الله عليه وسلم دي كل حاجات لغويه مش محتاجينها خالص. يقول الطهور ايه؟ ماؤه. ماؤه دي ماء الهاء تعود على ايه؟ يبقى ماء البحر ايه؟ يبقى كلمه البحر قد يراد بها المحل وقد يراد بها الحال، كما أن كلمة القرية قد يراد بها المحل وقد يراد بها الحال. فقد يراد بالقرية البيوت المبنية من الأحجار، وهذا هو المحل، وقد يراد بالقرية السكان، وهذا هو الحال. فقد يراد بالبحر المجرى، وقد يراد بالبحر الماء. وصلت ولا لا؟ فإذا قلنا ماؤه يبقى أريد بالبحر إيه؟ الأرض الذي يجري فيها الإيه؟ وإلا ما يبقاش ماء ماء. فهمتوها ولا لأ؟ يبقى الماء ماؤه إيه؟ ماؤه كذا؟ لأ، يبقى إيه؟ المجرى صح؟ أو المكان ها؟ ماؤه كذا. فهمتوها ولا لأ؟ فكلمة بحر إما المراد بها الإيه؟ المكان صح؟ وهو هنا ده المحل اللي مراد، لأنه بيقول ماؤه يبقى ماء الإيه؟ المحل صح ولا لأ؟ وهداه الله، لأن غفر الله وعفى عنه، غفر الله لأنه مات يعني، غفر الله وعفى عنه أنه يعني تشعب، بس مش هيعمل كده كتير يعني. هو في الأول دايما النفس بيبقى إيه؟ شوية، وبعد كده هيركز قوي في يعني هتيجي في البيوع هتلاقي الدنيا إيه؟ قلت يعني في البيوع هنحتاج نقول أكتر من اللي بيقوله بمسافة. فما تتخضوش، ده اللي عايز أقوله يعني. قال: إذ يصير المعنى الماء طهور ماؤه، تنفع؟ يبقى مش الماء بقى، يبقى المكان صح؟ عشان كده بقول لك هو البحر بمعنى مكانه، إذ لو اريد به الماء لما احتاج الى قوله ماؤه. إذ يصير المعنى الماء طهور ماؤه. الحل مصدر حل الشيء ضد حرمه، ولفظ الدارقطني الحلال ماؤه. قال: الحل ميتته مازن، الحلال ميتته هو فاعله أيضا. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، واللفظ له سأنتقل بلا تراجم، وصححه ابن خزيمة. واخدين بالكم أنا بعمل إيه؟ قال الزرقى طيب هذا طيب خلاص بيقول صاحب ابن خزيمة، بيقول هنا بقى شوية بسرعة: وحقيقة الصحيح عند المحدثين ما نقله عدل تام الضبط، مش كده ولا لأ؟ عن مثله ها طبعا مثلي الى منتهاه، عشان كده المتصل السند غير معل ولا شاذ. قال هذا: وقد ذكر المصنف هذا الحديث في التلخيص. ما التلخيص؟ من اشهر كتب ابن حجر، التلخيص الحبير. قال: ذكر المصنف هذا الحديث في التلخيص من 9 طرق عن 9 من الصحابه. طبعا اللي هم بيتخصصوا في علم الحديث لابد ان يكون لهم اطلاع على كتب ابن حجر كلها. والتلخيص من الكتب التي كان بعض من درسوا لنا المصطلح يدرسوها لنا، يعني هو المهم. قال: ولم تخلو طريق منها عما قال، إلا أنه قد جزم بصحته من سمعت، اللي هو لسه بيقول مين؟ تلميذه ابن خزيمة صحيح؟ وصحابه ابن عبد البر، وصحابه ابن مندة، وابن المنذر، وأبو محمد البغوي. قال المصنف: من هو؟
من هو؟ ابن حجر. وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه. بيعمل ايه دلوقتي؟ يؤكد ان الحديث ايه؟ هو ده اللي بيعمله. قال الزرقاني في شرح الموطأ، رضي المالكي، وبيشرح الموطأ اللي هو ايه؟ مالك. وهذا الحديث اصل، يعني ان شاء الله انتم بعد مدة ما تعرفوا شرح الاحاديث دي المفروض بقى يبقى لكم يعني قراءة بقى في الحاجات دي. هذا الحديث اصل من اصول الاسلام، تلقته الامة بالقبول، وتداولته فقهاء الامصار في جميع الاقطار في سائر الاعصار، ورواه الائمة الكبار. سجع من بتاع الناس بتاع زمان. ثم عد من رواه ومن صح. والحديث وقع جوابا عن سؤال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل فايه؟ صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام هيسهل اهو، طول ما طلعنا بره الحاجات اللي بره الموضوع، اصل لغويات يعني الامر بسيط فيها والله. بس طبعا نكون ان احنا يا دوبك على قد الامتحان بتاع الثانويه العامه بنعمل ايه؟ اللغه عايزه محبه والله. يعني انا كنت يعني اقول لكم حاجه كده بره الموضوع، بس دي محبه. كنت في ثانيه ثانوي وثانويه عامه مالناش دعوه بألفيتي ابن عقيل، دي في الازهر. بس انا كنت امسك ألفيتي ابن عقيل كده وخلصت مع نفسي في البيت. شرح ابن عقيل ألفيتي ابن مالك. كنت اقعد مع هي عايزه محبه. فكان يجي المدرس كل ما يسال سؤال في النحو اجاوبه، هو عايز يعرف انت بتعرف الحاجات دي منين. قدرا يبقى الحاجات الشاذه مثلا اريها بالليل، قدرا والله. فهو بيصبح الصبح ويجيب على السبوره ويعمل كده بقى، الراجل بقى يعمل ايه؟ فهو ما جاوبها. ده في مواقف طريفه خالص لدرجه المدرس اتصدم. ها؟ لست ازهريا. ما اقول لك ده تبقى محبه، يعني لسه مش مقرر علينا، بس كده بتبقى حاجه يعني ايه؟ بس نسيت شويه انت مش زي الاول. انا بس بقول لكم كده ايه، مش عشان حاجه والله، عشان اكثر عندكم حده الهيبه بس. طب ما الطالب في ثانيه ثانوي بيقرا اهو، ليه انت خايف تقرا؟ تعلم، خد ترقى في اللغه شويه، اللغه هتفيدك في التفسير وتفيدك في كل حاجه. والا الواحد ساعات يبقى محتار، يلا مرفوعه يبقى ما تجيش ابدا تبقى مفعول به. دي فاعل يا نائب فاعل، يبقى انت كنت فاهمها غلط. دي فاعل بس لو الجمله بنيه المعلوم مش مفعول به. بتساعدك على الفهم. منصوبه ما تعرفهاش انت فاعل ابدا، بتيجي ازاي منصوبه؟ يبقى انت فاهم غلط، ترجع تعمل ايه؟ تجيب الجمله تاني هتساعدك. والحديث وقع جوابا عن سؤال كما في الموطأ ان ابا هريره قال جاء رجل، وفي مسند احمد من بني مدلج وعند الطبراني اسمه عبد الله، مطول شويه، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضانا به عطشنا افنتوضا به. وفي لفظ ابي داود بماء البحر، يقول انه ماء قليل لو توضينا عطشنا افنتوضا بماء البحر، فهما شكيل انه ماء مالح معايا ولا لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور. ها طيب، طب واضح انه فعلا يريدون المالح منه صح ولا لا؟ ليه؟ لانه عطشنا والمالح هو اللي مش هينفع يعوضه الايه؟ العطش. والله تعالى اعلى واعلم. قال فافاد صلى الله عليه وسلم ان ماء البحر طاهر مطهر لا يخرج عن الطهوريه بحال، الا ما سياتي تخصيصه بما اذا تغير احد اوصافه، وهذا باجماع. لانه لو تغيرت الاوصاف بقاش ميه، بقى حاجه تانية. ولم يجيبه صلى الله عليه وسلم بقوله نعم، يعني هو قالوا له افنتوضا، ما قالش ايه؟ نعم توضأوا. قال مع افادتها الغرض، بل اجاب بهذا اللفظ ليقرن الحكم بعلته، وهي الطهورية المتناهية في بابها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش نعم وبس، قال له نعم لأنه إيه؟ طهور. أنتوا معايا ولا لأ؟ معايا ولا لأ؟ يبقى هو الطهور إيه؟ ماؤه. ما كانش ده طهور. صحيح. عشان كده بيقول المتناهية عن التي بلغت الإيه؟ النهاية والذروة. وكأن السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه ونتني او ونتني ريحي، الريحه ايه؟ توهم انه غير مراد من قول صلى الله عليه وسلم فاغسلوا، اي بالماء المعلوم ارادته من قول فاغسلوا وجوهكم وايه؟ قال او لما انه عرف من قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا ظن اختصاصا، لا يعنينا. يا ترى ايه الدافع؟ وبيدور ليه الراجل شك فين؟ في ماء البحر. شك لاي ايه؟ لاي سبب وخلاص. هو الراجل شك، هل شك بقى احنا هو ما قالش السبب ايه؟ ما قالش ان قال ربنا وانزلنا من السماء ماء فظن ان الوضوء بايه؟ اللي بيقوله ده بعيد جدا، بعيد جدا جدا جدا. ليه؟ لان اصلا الصحابه كانوا بيتوضوا في المدينه من انهار او من ابار او من كذا، فاكيد هم مش عارفين ان الامر مش مختص بايه؟ بماء المطر صح ولا لا؟ فما نحاولش ها نجيب ايه السبب، نقول شك الرجل فسال لما ايه؟ ما الدافع؟ لم يذكر، فلا نرهق انفسنا.
هو اللي عمله دلوقتي بيعمل ايه؟ بيرهق نفسه. عشان ايه؟ عشان ان المايه متغيره شويه، ولا عشان هو بيحسب ان دي خاصه؟ المهم قال فسال عنه فافاده صلى الله عليه وسلم الحكم. ايه الحكم؟ جواز الوضوء، لسه كمان واحده، وزاده حكما لم يسال عنه، وهو حل ميتته. تمام. قال الرافعي، من هو الرافعي؟ هو الامام الشافعي الكبير. فاذا قيل الشيخان عند الشافعية فهما الرافعي والنووي. وهذا الرجل من بلاد قزوين أعجمي، ولكن سبحان الله صدق في طلب العلم فرفع الله قدره، فصار الشافعية رغم أن إمامهم هاشميا قرشيا، تمعي ولا لا؟ يعني رغم أن إمامهم قرشي، ولكن صار الشافعية يحتاجون لمعرفة صحيح مذهبهم إلى الاطلاع على ما سطره وحققه أعجمي. عشان تقول بقى أننا صعب العربي عليه، أمال دول يعملوا إيه؟ المهم قال الرافعي، لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه إذا كان شاكك في المية، طب لما يلاقي ميتة دي مترسخة عنده خالص بقى، مش كده؟ وقد يبتلى به راكب البحر، مش كده ولا لا؟ قال فعقب الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة. قال ابن العربي المالكي، وذلك هو طبعا له شرح على تحفة الأحوازي، وله شروح القبس أظن في شرح موطأ مالك، له ابن العربي، وله شرح آيات الأحكام، هذا فز صراحة. قال ابن العربي وذلك من محاسن، وطبعا له العواصم القائل حاجات جميلة جدا يعني في شتى العلوم. قال ابن العربي وذلك من محاسن الفتوى أن يجيء في الجواب بأكثر مما سئل عنه تتميما للفائدة، وليس تشتيتا، حاجة محتاجها مين؟ ها؟ وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم. أنت تبقى ناصح وتشوفه بيسألك سؤال وتبقى عارف ان في حاجه تانية هو هيعمل ايه، هيبقى محتاجها كتير، زي واحد بيسافر ويظن ان القصر مش عارف، او فتقول له لا خد بالك ده السنه انت تقصر، او انت شايفه مشدد على نفسه قوي، تقول له ده على كده انت مش هتقصر بقى كمان، يقول لك ما بقصرش. فانت ايه يعني، ممكن فعلا بالذات لما تظهر الحاجه. قال يا شباب ويتاكد ذلك عند دور الحاجه للحكم كما هنا، لان من توقف في طهوريه ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقديم تحريم الميتة أشد إيه؟ توقفا. يعني إذا كان في المية دي وهو عندهم إن الميتة حرام، يبقى من باب أولى هيتوقف فين؟ في ميتة البحر، صح؟ إلى هنا في حاجة عايزة إعادة؟ ثم المراد من ميتته ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه، حط تحت خط. يعني لو أن شاة خروفا مثلا أو جديا مات في البحر فلا تقل الحل ايه، فهذا عند كل العلماء ميتة لا تحل، يبقى ميتته هو مما لا يعيش الا فيه. قال لا ما مات فيه مطلقا، فانه ان صدق عليه لغة انه ميتة بحر، يعني ايه اللي موته ده؟ موته الايه؟ البحر. بس هو ده مش هو المراد فين؟ في الحديث. يبقى الخروف اللي مات هنقول عليه ايه؟ ميتة بحر، معايا ولا لا؟ بس في الحقيقة مش هو المراد فين؟ في كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرناه، وظاهره ظاهر ماذا؟ الحديث حل كل ما مات فيه ولو كان كالكلب والخنزير. وهذا هو الصحيح، أن ما في البحر لا يشابه ما في البر إلا في الاسم، فيقال كلب الماء وخنزير الماء ومش عارف إيه الماء، هذا في الحقيقة كله مباح. ولذلك يقال عروسة البحر، ما هي سمكة في الآخر مش بني آدم وإنسان، أنت معايا ولا لا؟ ولذلك لا يشبه البحر أو لا يشبه ما في البحر ها ما في البر، أو أن التشابه بينهما فقط فين؟ في الاسم. أما الحكم فهذا ليس كذاك، والله تعالى أعلى وأعلم. ما هي عباد الله، ولكن يستثنى من هذا، يعني هم الحنابلة مثلا يستثنون، وهذا عندي فيه نظر، لأن هذه الأشياء التي ذكروها هي بر مائية في الحقيقة، يعني مثلا يستثنون عموما التمساح والضفدعة، عموما البر المائي بصفة عامة، وكده كده التمساح لا يجوز أكله أصلا، والضفدعة لا يجوز أكلها أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، فقال الرجل إني أجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز قتل الضفدع ولو للدواء.
يعني أقول لك شنو كلب البحر يتذكر؟ كل ما في البحر. ها؟ روح قول لهم ده مش في الدرس. ماشي؟ حتى لو من صميم الصميم بعد الدرس. اسمعوا بس. وبيذكروا الحية بس هما كلام الحنبلة على الايه اللي هو حلال ولا حرام يعني، لكن هنا بيتكلم في مسألة تانية ما مات فيه ايضا، تمام ولا لا؟ لو بر مائي يبقى لابد له من الذكاء الجزء، يعني لو في حاجة حلال انتوا معايا ولا لا؟ زي بيقولوا الترسة او الاشياء هذه بيقولوها السلحفاة، هو بيقولوها كده في المغني مثلا، فبيتكلم في المغني ان هي بر مائية يبقى لازم تزكى، لكن اللي ما بيعيش الا في المية لا يحتاج لايه؟ لذكاء. هذا جيد؟ قال وياتي الكلام في ذلك في بابي ان شاء الله تعالى. جيد. قال الحديث الثاني وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء، اخرجه الثلاثه وصححه احمد. يعني تجاوزت، كنت اريد ان اقول مصطلحات ابن حجر لكن تجاوزت لانها ستاتي. ابن حجر لديه مصطلحات في معرفة من الذي أخرجه، يعني من يعني الأئمة الذين أخرجوا الحديث، فهو إما أن يقول أخرجه السبعة، وإما أن يقول أخرجه الخمسة، وإما أن يقول أخرجه الأربعة، وإما أن يقول أخرجه الثلاثة، وإما أن يقول متفق عليه أو الشيخان. هذا واضح. فإذا قال أخرجه السبعة فهم أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، و يضاف إليهم صاحبة الصحيحين البخاري ومسلم وأحمد، يبقى صاروا كم؟ سبعة. فإذا قال الخمسة حذفنا البخاري ومسلم فصار أصحاب السنن ومن؟ وأحمد. فإذا قال الأربعة فهم أصحاب السنن الأربعة. فإذا قال الثلاثة فهم أصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه. جيد؟ إذن لما قال أخرجه الثلاثة إذن هذا من؟ أبو داود ها والنسائي والترمذي، صحيح؟ بوركتم والله أعلم. وإذا قال الخمسة فهم أصحاب السنن ومعهم الإمام أحمد، وهذا قد ذكرناه. مرة أخرى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. قال أخرجه الثلاثة هم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه كما عرفت وصححه أحمد. قال والحديث له سبب. معايا ولا لا؟ نقفز قفزات من أجل دراسة الفقه، واضح؟ طيب. والحديث له أصل الحديث صحيح، فاحنا مش عايزين نتعب أنفسنا في أنه عايز يثبت أنه إيه صحيح، هذا يعني جهد نوفره. قال والحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، والنتن بعضهم يضبطها بالسكون وبعضهم يضبطها بالفتح. يبقى إذن كلمة تطرح فيها كما ذكر الشراح أي يعني الرياح والسيول هي التي تتسبب في ذلك، وليس أن المسلمين هم الذين يأتون البئر ويلقون فيها إيه خرق الحيضاء، لا لا لا، واضح؟ فكما قالوا يلقى بالمبني المجهول، واضح؟ وهنا تطرح، مش كده ولا لأ؟ ايه الاخبار؟ انت الصيام عامل لك ارهاق خالص. قال وهي بئر تطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال الماء طور. الحديث ايوه ذكر حديث هكذا في سنن ابي داود، وفي لفظ فيه ان الماء طهور. ها يبقى اذا ورد الماء طهور وورد ايه؟ ها ان لا ايوه تاكيد، واضح؟ كما ساقه المصنف. واعلم أنه قد أطال في الشرح هنا المقال. ما هو الشرح؟ البدر الممتزين للمغربي، واضح؟ وليس المغربي بتاعنا احنا. قال واستوفى ما قيل في حكم المياه من الأقوال، ولنقتصر في الخوض في المياه على قدر يجتمع به شمل الأحاديث. صحصحوا بقى، هو هيجيب كل الأحاديث الوردة ويحاول يجمع بينها عشان المذاهب المختلفة. قال ويعرف مأخذ الأقوال ووجوه الاستدلال، فنقول قد وردت أحاديث يؤخذ منها أحكام المياه. فورد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء اللي معانا، صح؟ وحديث إذا بلغ الماء قلتين ها
لم يحمل الخبث. حديث عبد الله بن عمرو والذي معنا حديث أبي سعيد، واضح ولا لا؟ طيب، وحديث الأمر بصب ذنوب من ماء، وسيأتي على بول أعربي في المذهب هري. عموما، وحديث إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، وحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، وحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا عدة أحاديث لأبي هريرة أصلا، معي ولا الحديث. وفيه الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه، وهي أحاديث ثابتة ستأتي جميعها من كلام في لا الماء التي لا خلص ليس في الصحيح، ولا الماء ولا شيء أيضا ليس في الصحيح. قال وهي أحاديث ثابتة ستأتي جميعها في كلام المصنف. وإذا عرفت هذا فإنها اختلفت آراء العلماء رحمهم الله في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه. لماذا قال ولم تغير؟ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة فهذا خارج الموضوع، هو نجس بجميع بإجماع أهل العلم عند جميع العلماء. قال فذهب مالك والظاهرية، احنا بنسيب المذاهب الأخرى، فاكرين احنا قلنا ايه؟ أهل السنة فقط. احنا لا احنا عارفين تحقيق الكلام ده ايه؟ ولا سنده ايه؟ معايا ولا لا؟ فنسيب وإلا فمثلا يعني هم راحوا للجعفرية الاثنى عشر جابوا من عندهم الوصية الوجبة وعملوها، مع إن شرعا المفترض إن في إجماع إن في حجب. فالوصية الوجبة دي مخالفة الإجماع واضح. إن إزاي هتورث ابن مع وجود ابن؟ أو إزاي هتورث ابن بنته؟ ده اسمه أصلاً عند كل أهل العلم اسمه أرحام، ذوي رحم، ما يورثش أصلاً، مالوش إرث لمن قريب ومن بعيد إلا لو مفيش ورثة خالص. ولا ذو فروض ولا إيه؟ عصبات ولا حاجة إلا مين؟ ذو مش هنوديها بيت المال. هنعمل إيه بقى؟ ده على القول ها؟ على الخلاف كمان فين؟ في توريثهم كمان. ما بيقولش ارث بيقول وصيه واجبه، يعني كان المفروض الجد يكتب وصيه ولكن هم يكتبها، فالحاكم امر ان هي يتم قتلها، ولكن هي ما بيقولش وصيه، ما حدش قال قصدي الورث، كله قال وصيه واجبه. من الاخر بيديله بعد الموت ولا قبل الموت؟ بيديله بعد الموت صح مش كده ولا لا؟ الوصيه دي هو الراجل وصى بيها؟ لا يبقى ده بقت ارث في الحقيقه. عشان كده يقول لك هنورثه بالوصيه. المصطلح مش هيضحك عليه يعني، هو غير اليافطه بس، لكن هو في الاخر خلاها وجبه، يعني دي بقت ايه؟ سبب للاخذ من الايه؟ من التركه، زيه زي الابن زي ما خلص. المهم بس هل جد لو كتب له وصيه كده مش هو ده الحل الشرعي؟ هو ده الحل الشرعي، ان هو طالما هياخد وصيه وجبه هو بقى يكتب لهم ايه؟ وصيه عشان ايه؟ يبقى خدوا من الحلال بدل ما يبقى مشكله. أو بقى نقولوا لأعمامهم أو أخوالهم حسب بقى المسألة كانت إيه هي، سامحوهم حتى يطيب لهم، والله المستعان. قال رحمه الله ومالك وذهب مالك والظاهرية إلى أنه طهور قليلا كان أو كثيرا. نعم، هذا مذهب مالك المشهور عنه، أنه لا عبرة بقدر الماء، العبرة بالتغير، وإن الماء إذا لم يتغير فهو طهور قليلا كان أو، وهذا هو أقرب الأقوال والعلم عند الله، عملا بحديث الماء طهور. وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه للإجماع على ذلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور، يبقى القاعدة هذا حكم عام إن الماء دايما إيه؟ هنخرج شيء هنخصص شيء للإجماع، مش هنقدر نخصص حاجة تاني، يبقى الإجماع على إن ما تنجس صار إيه؟ وبس على كده. قال وإنما حكم بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه للإجماع على ذلك، كما سيأتي الكلام عليه قريب. عموما هقول لو أنا حبيت أفنطها على سبورة في ذهنكم كتشجير، يبقى الماء إذا خلطته نجاسة إما أن يتغير إما أن لا، إن تغير فهو نجس عند كل العلماء، انتهت؟ انتهت. إن لم يتغير فله حالان، إما كثير وإما، فإن كان كثيرا فهو طهور عند الكل على اختلافهم في تقدير الكثير، معايا ولا لا؟ وإن كان قليلا فقد اختلفوا فيه. هو ده بقى، هل إذا كان قليلا على اختلافهم في تحديد ما هو القليل صح؟ هل إذا كان قليل وسقطت فيه النجاسة ولم تغيره ينجس ولا؟ هو ده اللي فيه الخلاف في الحقيقة. فمالك عنده والظاهرية وكذلك ابن تيمية وكذلك الرواية الثانية عن أحمد إن هو إيه؟ طهور، معايا ولا لا؟ والقول الآخر في المسألة إن هو إيه؟ نجس، وده قول ينسب لأكثر الفقهاء، لكن عموما كل المذاهب داخلها خلافات وداخلها اجتهادات. قال وإنما حكم بعدم طهورية ما غيره الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، قال وددت
أن لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك في المياه، وهذا ليسر مذهب مالك وعسر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيف، فإن القلتين فيما مضى كانت في منتهى العسر. يعني مثلا الآن ما كبير هكذا، ويأتي ابن صغير مجروح في إصبعه ويضع إصبعه قطرة دم، بل بعض قطرة هذا الماء، لا نرى أثر النجاسة، يقول ولا، طالما دون القلتين وسقط فينا فهو نجس، وإن لم أسكب الماء، طفل قطرة كذا أسكب الماء طالما نجس. ولذلك وجدت لبعض الشافعية المتعصبة في العصور المتأخرة قالوا المذهب يتبع ولا يخالف إلا في ثلاث مسائل لعسره، ومن ضمن يعني مش للدليل ولكن لإيه؟ عسر. الناس هيضربوك جيران، ده كان إيه على أيام جدنا يعني قريب قوي مش بعيد يعني، وذكر من ضمن الثلاث مسائل دي مسألة الإيه؟ القلتين، إنه هنعمل زي مالك وإن إحنا ولا كثير ولا قليل، أهم حاجة التغير ولا ما إيه؟ ما تغير. هو صحيح نفسه. ولعلنا، لأ على فكرة يستأنس. أين فر ذلك الرجل؟ سأراه بعد الدرس إن شاء الله. كان يجلس هنا. يستأنس دائما على ضعف قول بعسره، لأن الشرع لا يأتي بالعسر الشديد الذي يوقع الناس في الحرج البالغ. فبعض الفقهاء أحيانا عند الترجيح يقول مثل هذا لا تأتي به الشريعة، إذا كان البشر كلهم لا نستطيع وهذا صعب ولا يمكننا. طيب نعود إلى ما نحن فيه. وذهبت الحنفية والشافعية، ما لناش دعوة بالهدوية، برضو معايا كده ولا لا؟ زي دي، إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا. يعني مطلقا؟ تغير أو لم يتغير. اللي معوش كتاب يبص مع اللي معاه كتاب، واللي يقدر يتابع هنا يا ريت. متابعين يا إخوة ولا لسه؟ طيب خدوا دي كمان شوية لعلها تكون أفضل لكم كده أحسن؟ تمام؟ ده انت رايق. قال وذهبت الهدوية والحنفية والشافعية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا، وكثير لا تضره إلا إذا غيرتها بعض أوصافها. ثم اختلف رأى بعد ذلك في تحديد القليل والكثير. هو بيقول فذهبت الهدوية إلى تحديد القليل، عندهم يعني ما ممكن نسيبه، بس عايز أعلق عليه في حتة بس، بأنه ما ظن المستعمل للماء الواقع فيه النجاسة استعمالها باستعماله، وما عدا ذلك فهو كثير. هو إيه ده؟ يعني يقول لك إيه هو بقى القليل اللي يغلب على ظنك ان انت لو استعملته ستستعمل الايه؟ النجاسة. اللي يغلب على ظنك انت لو استعملت المية دي هتستعمل الايه؟ طب امتى يغلب على ظنك ان لو استعملت المية تستعمل النجاسة؟ لو كان قليل. اهو ده اللي بيسموه في الفقه الدور، ان احنا بنعمل ايه؟ بنلف حوالين بعض. تاني عايز اعلق على دي عشان فيها فايدة، ان يقول لك ايه هو القليل؟ القليل ده لو كان اللي انت شايف كده لو استعملته هتستعمل الايه؟ نجاسة. طيب امتى اعرف ان لو استعملته هستعمل النجاسه؟ يقول لك لو كان قليل. طب اعرفه ازاي لو كان قليل؟ اللي هو لو استعملته. فهمت؟ هو ده اسمه الدور بقى، ان كل واحد يتوقف على الايه؟ هو ده اسمه. يبقى بندور حوالين بعض. بص بقى، لو عملت كده تاني هتغرم غرامه جامده قوي، لان انت مش جاي تهرج، عيب تشرع وكلام، انت كده مخطئ خطأ فاحش. وقالت الشافعية بل الكثير ما بلغ قلتين من قلال هجر. أما قلتين فهذا ورد بهما الحديث كما سيأتي، أما من قلال هجر فهذا في ضعف، ولكن بيستأنس لذلك بأنها كانت مشهورة معلومة المقدار. تمام؟ رأسي تسطر وزاد غيرون فقالت الحنفية إلى ثم اختلفوا فقالت الحنفية والله خلاص. وذهب غيرهم في تحديد، اصل الراجل ده زعلته فانا نقلت. وذهب غيرهم في تحديد القليل غير ذلك. ثم اختلف فقالت الحنفية الكثير في الماء ما هو إذا كان بحيث إذا حرك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر. طب انت عايزين دليل على كده؟ يعني إيه الماء الكثيرة؟ طول ما انت بتلعب الناحية دي آخر المية ما إيه؟ ما يتهزش. لكن طول ما اخر الميه بتهز يبقى ده الميه دي ايه؟ تخيل بقى انت كل ده قليل، يعني ده نقطه كده يبقى ايه؟ اسكت. قال لا هتهرجش. وان كان مش ده المرجح عندهم، المرجح عندهم 10 في 10 قالوا 10 في 10 قالوا عليه الفتوى، هو ده اللي عليه الفتوى في كتب الاحناف. بس يعني ده عشان بس نسبه الكلام، يعني ده الكثير ولا القليل؟
ده الكثير اقلب كده بقى خلاص حد النهايه بس خد بالك ده فين في المساح طب العمق ده شغلانه ثانيه بس بيقولوا ايه ما لا ينحسر باستعمال يعني انت لما تستعمل ما تبانش الارضيه يعني بالاغتراف تغترف والارضيه لسه ايه متغطيه دول الشافعيه والحنابلة لسه جينا بص قال وقالت الشافعيه بل الكثير ما بلغ قلتين من خلال هجر اللي قاله الاحناف ده لا اعرف عليه دليلا صحيح معلوش دليل اصلا كلام تابعين كده تابعين حاجات كلها مشكله الاحناف عدم وجود محدثين كبار في مذهبهم لو كان معهم محدثون لأبهروا العالم فإنهم من العباقرة بلا ريب ويستطيعون إقناعك رغم خطئهم كيف لا تدري يعني تقرأ وتبقى عارف أنه غلط ويكاد دماغك يلف وكما هو منقول عن أبي حنيفة أنه قيل عنه لو نظرك أبو حنيفة على أن هذا الجدار من ذهب لغلبك شوف أنت بقى كل يوم شايفه أسمنت وممكن يقنعك هو في الآخر يطلع إيه ده قالت الشافعية بل الكثير ما يبلغ قلتين من خلال هجر وذلك نحو من 500 رطل أو رطل بيقوله الأفصح بالكسر ما علينا عملا بحديث القلتين ومع ذلك فهو قليل طب هي كم أصلا من الرطل والحاجات دي اختلاف كبير قوي 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 بيقولوا الحنابلة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا الذراع برضو خلاف فيه لو قلنا الذراع 48 سنتي عشان يبقى له ربع معقول يبقى 48 ربعها كام 12 و 48 و 12 كام هو ده الكلتين يبقى خزان 60 في 60 في 60 60 يبقى 60 أس 3 يبقى 216 لتر لأنها 216 ألف سنتيمتر مكعب تقسم على 1000 تحول للتر يبقى ده ايه حجم الكلتين عند بعضهم الكلام هيبقى قريب من بعضه الكلام هيبقى ايه قريب من بعض لان الكلام ده مش متفق عليه قوي بس انا بقرب لكم بس تعرفوا قد ايه الكلتين مش شويه 216 لتر ده الواحد لو عنده 20 لتر وباظوا عليه بزمان اللي كانت الناس بتشيل على ظهرها ولا بيجوا على الدواب الميه ده ازمه فتخيل بيتكلموا في كام 216 لتر حاجه صعبه ولذلك قال الغزالي وددت ان لو كان مذهب الشافعي ها كمذهب يعني ولا كتير ولا قليل اهم حاجه تغير ولا ايه ما تغيرش تمام كده يبقى دلوقتي لو واحد ذبح شاة والجلد بتاعها ها وقع في الخزان على كلامهم لو الخزان اقل من 60 في 60 هيبقى ايه غلطانين لان ذبح شاة دي طاهره ما فيهاش مشكله خالص الكلام ده لو كان الجلد النجس جلد الميته مش جلد المزكاه حلو كده الكلام هذه مداعبة سريعة عشان حاسس انت نمت وفرهدت لان طبعا معظمكم صايم عشان الخميس هيبقى فيه راقع يعني. يا رب يسر ووجه هذا الاختلاف تعارض الاحاديث التي اسلفناها فان حديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم يقتضيان ان قليل النجاسه ينجس قليل الماء يعني ايه يعني هنا بيقول حديث اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء ها حتى يبقى معناه ان هو لو حط يده مباشره هتاثر في الميه صح طيب هو هتاثر في الميه عندهم يبقى هينجسوه معايا ولا لا طب هو لو حط ايده وشالها الميه لونها ايه زي ما هو طعمها ايه ريحتها ايه قالوا يبقى دي نجاسه بدون تغير صح ولا لا يبقى حكم على النجاسه بدون ايه مع ان الكلام ده والله في منتهى الضعف لان هم بيرجعوا يقولوا ان ده خشيه توهم النجاسه ومش عارف ايه يعني احنا مش جازمين اصلا ان الايد ايه نجس المهم ده فاهمين الاولانيه دي نمره اتنين حديث الماء الدائم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم فين في الماء الدائم اللي هو ايه يبقى لو بال يبقى نهى عشان لو بال سيؤثر في الماء ومفيش اثر غير انه يعمل ايه والنبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالتغير ولا مجرد التبول يبقى كده مجرد ما يتبول ينجس وان لم يتغير فهمتوا كده وجهه نظرهم ما هو ده احنا درسنا كتب شرح احاديث ليه عشان نفهم ازاي بيستنبطوا تاني ها تمام ولا لا مع ان الحديث بتاع الماء الدائم ده ما تحطش معاه كميه صح ولا لا بس هم قالوا لما جاء حديث القلتين خصصت بقى معايا ولا لا فقالوا يبقى اذا بلغ الماء قلتين يبقى هنفهم بقى ان الماء الدائم لو قلتين هيدفع الخبث عن ايه عن نفسه اقل من القلتين مش ايه مش هيدفع فهمتوا كده هم عملوا الشافعيه مش جايه معاكم تاني صح تمام تجاوز قال يقتضيان ان قليل النجاسه ينجس قليل الماء ده الراجل يعني مجرد يتبول
وكلمة يتبول دي سواء قل بوله أو إيه أو كذا. وكذلك الولوغ والأمر بإراقة ما ولغ فيه، ده كلام جميل. الولوغ فعلا من الأحاديث المشكلة عند كل العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طهور إناء أحدكم إذا بلغ فيه ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا خالص، لأن هنا هنبتدي نفهم إزاي نستنبط. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إيه؟ قالوا خلاص طهور الطهارة يا رفع حدث يا إزالة إيه؟ والإناء لا يمكن نقول إن كان عنده إيه؟ حدث، فكده ما عادش فيه إلا الإيه؟ يبقى ده دليل على إن الإناء إيه؟ تنجس، مع إن الإناء لم إيه؟ لم يتغير. تفهميني ولا لأ؟ يبقى هنا قالوا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله إيه؟ يبقى قالوا إذن هذا دليل عند جمهور الفقهاء على تنجس الإناء، وقالوا أهو أدي نجاسة بدون إيه؟ تغيير. فهمتوا كده ولا لأ؟ ستأتي في بابها إن شاء الله. وإن كان كما قال ابن القيم نجاسة الكلب نجاسة مغلظة لا يلحق بها غيرها، واضح كده ولا لأ؟ لأن يعني فعلا ما من أحد إلا وقيد حديث الكلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله. هو هنا هيبين إزاي نجمع من الأحاديث. وإن كنت أرى نتيجة خبرتي الريفية إن صعب إن إحنا نقول إن المياه القرية دي إذا ولغ فيها الكلاب ألا تتغير، لأن الرائحة التي تعقب ولوغ الكلاب تكون في منتهى الكراهة. وإحنا صغار ما كنا نستطيع الاقتراب منه أصلا، من الإناء حتى. يكون غير محتمل. طيب. قال وكذلك الولوغ والأمر براقب، وعارضها حديث بول الأعرابي. بدأ يجيب أحاديث فعلا جميلة جدا. أقصد يعني الاستدلال بها واضح. الراجل تبول والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش صبوا عليه قلتين. مش كده ولا لا؟ صح؟ وبلا ريب ان لو كان الميه اللي اقل من قلتين هتنجس، يبقى كده بهدلنا المسجد وزودناه ايه؟ نجاسه. صح؟ استدلال واضح ولا مش واضح؟ واضح. جيد؟ جيد. قال وعارضها، انتوا فهمتوا كده ازاي بس وجه الاستدلال؟ احنا عايزين واحده واحده. وعارضها حديث بول الاعرابي والامر بصب ذنوب من ماء عليه، فانه يقتضي ان قليل النجاسه لا ينجسها قليل الماء. ما هو ده ايه؟ ده ذنوب، صح ولا لا؟ تمام. ومن المعلوم انه قد طهر او طهر، يكون احسن على فكره، مكتوب عندي طهر، لو طهر تبقى اجمل. قد طهر ذلك الموضع الذي وقع فيه بول الاعرابي بذلك الذنوب، يعني طهر اي صار ايه؟ طاهرة. وكذلك قوله الماء طهور لا ينجس شيء، وده كلام جميل جدا. هو طول ما هي مية يبقى ايه؟ طهورة، الا لو بقت حاجة تانية اتغيرت. جيد. فقال الاولون، انتوا معايا ولا لا؟ وهم القائلون لا ينجس شيء الا ما غير احده اوصف. يجمع بين الاحاديث بالقول بانه لا ينجسه شيء كما دل له هذا اللفظ، ودل عليه حديث بولي الأعرابي وأحاديث الاستيقاظ، واضح. والماء الدائم والولوغ ليست واردة لبيان حكم نجاسة الماء، بل الأمر باجتنابها تعبدي لا لأجل النجاسة. هذا قول المالكية تماما، ولكن ليس الذي نقوله. يعني إيه؟ فاهمين حاجة؟ هما بيقولوا ده مش نجس، ده أمر إيه؟ تعبدي. هو فعلا الحنابلة ما يقدروش يقولوا، هم والجمهور، ان لو واحد حط ايده في المية انها ايه؟ ان المية تنجست. لا، يعني مستيقظ، انتوا معايا ولا لا؟ لو خالف فايه؟ فوضع يده، صح ولا لا؟ هي مش هتحكم بالايه؟ بالنجاسة في الحقيقة. عشان كده الاستدلال مش ايه؟ مش قوي بالامر ده، انتوا معايا ولا لا؟ حتة التعبدي دي لا. يعني ان بص يا اخوانا، ده فرق بين، هو هيقوله كمان شويه، بين الجمهور والظاهريه. هل الاصل في الاحكام التعليل ولا الاصل التعبد؟ يعني الاصل الاحكام معلله ولا الاصل انها ايه؟ تعبد. الاصل انها معلله، عشان كده بنقيس وندور على الايه؟ على العله. مش الاصل ان كل حكم هو كده وبس، وما ايه؟ وما فيش حاجه تعمل ايه؟ تلحق به. عشان كده سيدنا عمر لما قال لابي موسى الاشعري يعني قس الاشباه والنظائر، يبقى الاصل ان احنا ندور على العلل ونشوف الحاجات اللي ايه؟ اللي زي بعض. انتوا فاهميني ولا لا؟
عشان كده دايما لعلكم تعقلون لعلكم فاعتبروا. يبقى الاصل التعليل والتعبد استثنى. عشان كده هتلاقي التعبد جاي في ايه؟ اشمعنى الظهر 4؟ مش عارفين اشمعنى سقطوا معايا ولا لا؟ لكن الاصل في الاحكام في الغالب يعني ان اغلب الاحكام فعلا عندنا ايه؟ معللة وليس ايه؟ تعبدية. اللي ولا يظهر لنا ايه؟ وجهها. عشان كده الامور التعبدية مش ينفع فيها قياس. وده اللي البعض ما بياخدش باله. يقولوا العبادات ما فيهاش قياس، لا قصدهم التعبديات اللي ما فيهاش ايه؟ لو هي الا فانت بتقيس في الصلاه حاجات على حاجات وتقول ده نفل واللي ثبت في النافله هيثبت فين؟ في الفريضه، وتقعد تقيس واذا لم يفسد الصيام بكذا يبقى لا يفسد بكذا، فده في معنى كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر في القبله ما عامله زي المضمضه. مش يعني اقصد ما فيش حد كلمه ان ما فيش قياس في العبادات، لا قصدهم الحاجات التعبديه المحضه. او ان انت ما تثبتش عباده كده، اصل عباده جديده وتخترع. انتوا معايا ولا لا؟ لكن عموما تفهموا كده، ما لا يظهر معناه لا قياس فيه. ما احنا مش عارفين اصلا الاسم ده عليه، مش ظاهر لنا ايه عله. ايش خالد؟ ها تمام ماشي. ده اللي قالوه الملكيه. الملكيه عندهم الكلب طاهر. الكلب ايه؟ طاهر. عشان كده انا تعمدت اقول الحته دي. طب ما بنغسل اناء ليه؟ زي ما بنطوف حوالين البيت 7. تعبدي. حلو كده؟ نقول لهم لا، اصل الغسل معقول المعنى، اما 7 فتعبدي. حد فاهمها؟ يبقى حتى لو ها تاني يبقى اصل الغسل من النجاسه، ده ظاهر الحديث، طهور اناء احدكم. لكن ليه 7؟ تعبدي. ماشي. طبعا هو العلماء قايلين كلام ياما قوي، ده هياخد وقت ياما. عشان كده احنا نكتفي في الكتاب نفهمه ان شاء الله ونضيف الحاجات اللي من بره. عايز بس اقول حته في غايه الخطوره، وهي سواء الملكيه قالوا الكلب طاهر مش طاهر، بس ما حدش قال تربيه بدون حجه. يعني الملكيه نفسهم ما تقعدش تلفع بقى. يعني الملكيه قالوا طاهر بس ما قالوش تختاريه عشان الحديث. من اقترى كلبا الا كلب ايه؟ حارث او ماشيه او صيد الا نخص كل يوم من اجل قيراط، وفي روايه قيراطان. ده مصيبه. ففرق ما بين كونه طاهر ونجس وبين انه يعملوا ايه؟ مع ان احنا نقول كل اقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها. ما تجيش تنقل على مزاجك، ودي حته خطيره جدا 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 جدا. ايه هي؟ ودي مصيبه من مصيبه المذهبيه. ان المذهبيه بالصوره اللي عايزين نرسخوا لها ان هو ايه الموضوع؟ والله ده احنا عندنا مشكله. طب ما تشوف الساده الشافعيه ولا يمكن يطلعونا. لا شوف الساده الاحناف، لو الشافعيه ما طلعوناش يطلعونا مين؟ طب لو دول ما طلعوناش ودول ما طلعوناش الحنابله يطلعونا. طب ولا دول، ما نشوف الملكيه الكرام، اي حد. تفهميني ولا لا؟ ولما يتزنقوا قوي ما نشوف حتى عند الظاهريه. انتوا معايا ولا؟ ولما تزنقوا خالص ما تجيبوا ابن تيميه زي الطلال المعلق. المهم انتوا فاهميني ولا لا؟ كون ان واحد يبقى الحته دي لازم تعرفوها، لان ده تنحفظ المفروض كمان. ابن الصلاح بيقول كلام جميل جدا، بيقول ايه؟ واعلم ان من يكتفي ان يكون في فتياه او عمله، سواء الفتوى او الايه، موافقا لقول أو وجه في المسألة دون العلم بالراجح والتقيد به، أنا بقول بمعناها مش بالإيه، مش باللفظ، فقد جهل وخرق الإجماع. وخرق يعني إيه؟ يعني لو واحد في الفتوى بتاعته كفاية قوي أقول لك أكتر من كده يا أخي، ما الشافعية اللي قالوا. أنت عايز ده موضوعك، ده عادي، ده حله عند الحنابلة عادي، بيقولوا إنه يمشي. اجماعا ده غلط. ليه؟ لان انت بتفتي ولا بتعمل بفتي، يبقى لازم تشوف فين حكم الله في المساله فيما يظهر لك، مش ان انت بتفتي باللي يطلع الناس من الورطه. تاني يعني المفروض المفتي بيدور على مراد الله يا اخوانا، مش بيدور على اللي يطلع الناس. انتوا معايا ولا لا؟ بيدور على مراد ايه؟ مراد الله هذا. انا راجل مجتهد بجتهد، طب مش مجتهد
راجل طالب علم مميز حسب قدر اجتهد بزال على مش قادر بزال عمي. طب العم يعمل ايه؟ فاسألوا اهل الذكر. هو بيسأل اهل الذكر بقى عشان يطلعوه ولا عشان يدلوه على مراد ربنا؟ هو ده بقى. عشان كده ابن الصلاح بيقول كلمة جميلة، في فتيه او عملي. المشكلة الجماعة لما طرحوا المذهبية طرحوها ايه؟ ان دي كلها كأنها مكافئة للاحاديث. انت ايه المشكلة ان طالما الفتوى كده انت بتفتي بناء على انت فعلا بتدين ربنا بكده؟ ولا عشان الراجل ده عايز تطلعه؟ عشان كده الامام احمد كان اقصى حاجة يعملها ايه؟ يتسأل في مسألة وهو مش عايز يفتي الراجل بقول شايف المسألة فيها ساعة، يقول له روح اسأل فلان ويبعته على حد تاني عارف انه ايه؟ يعني بعته على الاحناف مرة قال له ها هنا حلقة فاذهب فاسألها. لكن هو ما يقدرش يفتي بما لا يراه هو حكم الله. انتوا فاهمين قصدي ولا لا؟ دي مسألة في غاية الأهمية والله. وإلا هم بيدحرجوا السلفيين واحدة واحدة. يقولوا المذهبية وش عارف اليوم في الآخر له وبعدين المذهبية وده كلام الفقهاء ده هم ده يعني بايعين فيك ده، وبعدين بالذات بقى الناس اللي جم متأخرين بتوع المعتمد مفيش بعد كده. عشان تقول الكلام ده ما في كلام ان هو لوحده يكفي للاحتجاج بيه طالما ايه؟ مذكور ومعتمد. وبعدين تبص تلاقي بقى المعتمد بقى يتبرك بالقبر زي تقرا كده في الشافعي انه يتبرك بالقبر زي يتبرك بالكعبه وقد ثبت تقبيل الحجر الاسود فمن ثم تقبيل قبور الاولياء، وواحد تاني يقول لك ده من باب اولى ومش عارف اذا كان تقرا ويقول لك ده ايه ده؟ والله العظيم لقيت متاخرين الشافعي بيقولوا كلام صعب ان يقيسوا التبرك بالقبر على التبرك بالكعبه. طب ولا تتخذ القبور واني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد والخوف من الغلوف في القبور، كل ده راح فين؟ راح. لان المتاخرين علاقتهم بالسنه مقطوعه ضعيفه جدا جدا، بالذات عند الاشاعره والصوفيه ضعيفه خالص علاقتهم بالسنه، بالذات الصوفيه اللي هم يعني للاسف الشديد شافوا ان المراد ان احنا نطيع ربنا. نضيع وقتنا ليه في الاحاديث بقى؟ نجتهد في الاعمال. لدرجه واحد بعد ما كان بيدرس الحديث احمد بن ابي الحواري او الحرابي مسك كتب الحديث ورماها في البحر وقال بئس الدليل او نعم الدليل كنت، نعم الدليل كنت. يعني انت وصلتني فهمتني ان انا المفروض اجتهد في الطاعه ومش محتاج اعرف اشد حيلي وخلاص فاقعوا في البدع مشوا. المهم الغرض المقصود ابن تيميه بيقول نفس الكلام على فكره، والاميدي بيقول نفس الكلام، ابن تيميه بيذكر ابن مفلح بين عنه الاجماع كده برضه ان لازم اشوف الراجح سواء في قولي في فتية او عملي فيما له وعلي. يعني انا مش عشان انا مزنوق المره دي اخد بالقول مالك يطلعني، ولو انا مختلف مع واحد والتجاره ديت مالك يقول لي فلوس اخد بمالك، الصفقه اللي وراها مالك بيقول ماليش فلوس ما اعرفش مالك. انتوا معايا ولا لا؟ المهم ان انا اعمل ايه؟ ها ده ما ينفعش، ما ينفعش فعلا. لا انت بتشوف ايه مراد الله. يا انت اما بقى الموضه بقى اللي طلعت كل ما تقول كلمه ولا يخلك ما فيش شيخ ما فيش خلاف سائغ، يعني الخلاف ساغ ولا مش ساغ ولا عشان ايه؟ عشان تنقي حضرتك؟ طب انت جاي تسال ليه بقى؟ انت عايز تعرف حكم ربنا ولا عايز تعرف اللي يطلعك من الباب الواسع؟ روح اللي طلعك من الباب الواسع شغالين هناك واضح وهيدمروا حياتك. يعني اعرف واحد طلق مراته مرارا ويجي لنا احنا خلاص احنا قلنا له طلق، يروح بقى الناس ثانيه تفتيه ويطعم الولد خلاص كاره حياته، ابوه وامه يجبروه كل مره يروح للجنه دي واللجنه تقول له لا مش طلاق، روح اطعم 60 اطعم 40 اطعم حاجات كده غريبه بسمعها كده. المهم اعداد كده غريبه والله، اعداد 40 30 ما اعرفش بتيجي ازاي. المهم ها المهم الولد خلاص كل ما عدى عليه الولد مكتئب، هو مقتنع انها ما تحلش له، فكلها طلاق صراحه فعلا وعاقل وما فيهوش اي حاجه، بس هو ولذلك ابوه وامه ضاغطين عليه هو خلاص كره الحياه مكتئب اكتئاب تام حاد، يقعد كده اهو وما شاء الله محل كبير وحال وفلوس وبتاع، وهو تحس انت معدي عليه انسان في منتهى الضنك مش طايق نفسه. وواحد تاني قال لي راجل بيض شاربه وشعره وقال لي والله انا عايش مع مراتي معذب، قلت له قال لي انا سنه الله الطلقه الثالثه وسالت فلان الفلاني وقال لي ما تقعش السنه اصلا مقتنع انها تقع، انا مش عايز اشوف وشها عايشين كده عشان العيال. هو بس الشيخ مش مقتنع. ها؟ لا اللي حواليه. وما جبنا لك الشيخ اهو. انت عايز ايه يعني؟ المشكلة بقى الايه؟ الناس اللي ايه؟ هو فعلا الكلام اللي قاله الشيخ ده كلام شاذ فعلا. بس هو شاذ. يعني ايه موجود. لكن الراجل اللي مكتئب التاني ده والله العظيم اللي قاله ده ما موجود عند اي حد. ولا مذهب حتى اهل البدع مش موجود يعني بجد يعني ها
عادل ومتمذبة في مسألة موافقة المأمون الإمام في الصلاة عند الحنفية. خلاص لا أدري ولا أريد أن أدري ولا لا خلاص. قال لي لو جبت لي قرآن مش خلاص بس 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 ما الحنف الأقدمين قالوا كده كل حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو متأول. أقوله كده يعني. دول بقى الصورة الفجة. لكن في ناس طبعا كان بتخالف وتعمل صورة جميلة يعني مش كل العلماء كده بالقريب. المهم خلاص كده فهمنا ولا ايه؟ قال وجماعة الشافعية. احنا فين يا اخوان؟ وانما هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة اعداد الصلاة وايه؟ ونحن بنقول الاصل معقول. مش كده ولا لا؟ لكن التعبد عشان كده بنقول فعلا الكلب ها؟ لعابه نجس. معايا ولا لا؟ اللي هنقدر نجذب على فكره مذهب ابو حنيفه جميل قوي 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 في الكلب. يعني مالك عنده الكلب طاهر، ابو حنيفه عنده اللعاب نجس بس ما نقدرش نقول جسمه كله طاهر. جسمه نجس. ها؟ لا هو خلى لعابه نجس بس مش كل جسمه نجس. مذهب ابو حنيفه المنصوص عليهم كده في كتبهم، كتب الاحناف. وده كلام وجيه ان هو اللي ورد ايه؟ الولوغ. وبقى حديث بقى اقبال الكلاب وادبارها في المساجد ومش عارف حاجات ياما قوي. فهم عايزين يقولوا اللي هنقدر نجزم بيه من الموضوع ده كله ايه؟ اللعاب. تفهميني ولا لا؟ ولذلك اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال طهوره ويغسل، والاصل ان الغسل هيبقى يا من حدث من ايه؟ يا من نجس. بس قالت الغسل من اجل التنظف دي نادره، ما بيقول لك مساحه الواحد يبقى هدومه ايه؟ بس مش ده الاصل في الشرع. الاصل في الشرع الغسل يا رفع حدث يا إزالة إيه؟ نجس. لعلها واضحة معاكم. قال رحمه الله وقيل بل النهي في هذه الأحاديث للكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة. طبعا في حديث هنعرف النهي فيها واضح إن هي البول أو غيره، سواء قلنا للحرمة أو غيره. بس مش معنى كده، خد بالك في الفقه دايما اللي بيقولوا طريق بما أن إذن تبقى ضعيف. يعني يقول لك إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تغتسلش في الماء الدائم وانت جنب. ليه؟ لانه لو بدي اثر فيه وما فيش تاثير غير انه يبقى ايه؟ طاهر ومش طهور مس. او حد ما تتبولش في الماء عشان لو تبولت يبقى يعمل الماء ايه؟ هيتنجس. بما ان اذا مش لازم ان مجرد البول يتنجس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن التبول لان كثره التبول هي اللي ممكن بعد كده هتعمل ايه؟ هتنجسه. وفي حاجه تانية ان لما واحد يشوف واحد بيتبول قدامه هيتقذر، لا هيستعمل الماء ولا ايه؟ ولا هيتوضى بيه ولا يشرب منه، فبالتالي يؤدي الى ان يتلف هذا الماء ولا يستفاد منه عند الناس. فمش لازم بقى ايه؟ طالما لا يبول احدكم في الماء الدائم يبقى الماء الراكد ده واضح قوي اهو ان اول ما تتبول فيه بقى نجس، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ايه؟ ما تتبولش. يبقى اذا لو تبول يبقى بما ان نهى عن التبول اذا تبول صار ايه؟ طب وليه؟ ما يمكن اذا تبول استقذره الناس. ما يلزمش تحصرها قوي كده. او بكثره تتابع الناس على البول سايه يقول. بس مش معنى كده انه من اول نقطه ايه يتنجس. صح. هخلص الحديث لو سيبكم النهارده مش جيدين، بعد كده تيجوا بالكتب وجاهزين فصلين شويه. مش عاجبني حالكم اليوم ده، تبقوا مريحين كويس عشان الكتاب هيبقى اخف شويه شويه. بس لازم انتوا كمان تبقوا انشط. ها انا معاكم ان شاء الله 10، انا ما عنديش حاجه. قال وجماعة الشافعية، أنا شايف لكم مراقة عشان أبقى صريح يعني، فقلت النهارده اعتبر بتفتح الباب بس. جماعة الشافعية بين الحديث بأن حديث لا ينجس شيء محمول على ما بلغ القلتين، اللي هو إيه؟ حديث مين؟ أبي سعيد إن الماء طهور ها؟ طيب فما فوقها وهو كثير. طبعا القلتين حد الكسرة دون القلتين والإيه؟ يعني ما يقولش الكثير فوق القلتين، لا الكثير قلتان فأكثر. وحديث الاستيقاظ وحديث الماء الدائم محمول على القليل، وعند الهادوية نتركه. قالت الحنفية. حلو كده الكلام؟ كل ما هو من هذا القبيل هنعمل ايه؟ نتركه. وقالت الحنفية المراد بلا ينجس شيء الكثير الذي سبق تحديده، اللي هو على كلامه هو ايه؟ لما تلعب في الناحية دي ما ايه؟ ها؟ وقدحوا في حديث القلتين بالاضطراب. ماشي؟ وبعضهم تأوله وبقية الأحاديث فين؟ في القليل، اللي هي وبقية الأحاديث في القليل اللي هي الأحاديث اللي إيه؟ الاستيقاظ اللي كذا اللي كذا، لكن الحديث أبو سعيد لا ينجسه في المية الإيه؟ ما هو ده جمع الشافعية والحنابلة ومين؟ والأحناف، إن الأحاديث اللي هو إن الماء طهور لا ينجسه شيء ده إذا كان إيه؟ كثير. لأن الحديث يا إخوانا فعلاً مشكلة عند مين؟ عند الأحناف والشافعية والحنابلة. ليه؟ لأن الحديث بير
والنجاسة نزلت فيها يقينا الحيض ولحوم الكلاب ده ميتة والنتن، يعني خرق الحيض، الحيض اللي هو نجس بإجماع المسلمين بل بإجماع العقلاء من مش العلماء بس، عقلاء المسلمين يعني تمعنا مش علماء بس. فتخيل كده دم الحيض في البير، لحوم الكلاب في البير، ورغم كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الماء إيه طهور. فمالك اللي انتوا عايزين أوضح من كده إيه؟ طالما لسه الماء ما اتغيرتش يبقى نقول الماء طهور زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له لا، إن الماء طهور ده إذا كان أكثر من إيه، عشان نجمع بين، لدرجة إن الحنابلة قالوا إيه، إنما قال صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة ذلك لأنها كانت كثيرة، وده غلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن هذه البئر طهور. راح للفظ إيه عام مش لفظ إيه خاص، تفهمين ولا لأ؟ لو كان عشان بئر بضاعة كبيرة كان قال لهم إن هذه البئر إيه طهور، لكن ده قال لفظ تاني، قال إن الماء إيه. صراحة مذهب مالك واضح جدا 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 جدا، انتوا معايا ولا لا؟ والا ففعلا لما تبص كده بير وفعلا ورغم كده تحكم بطارتها وما راحش قال روحوا قيسوها، صح ولا لا؟ شوفوها وصلت ولا ما وصلتش. وبعدين الاعرابي يبول يتصب يا دوبك جردل، وما جردل واحد بيصبه هيبقى ايه يعني؟ انتوا مستوى، وما كانش الامكانيات بالجرادل بقى اللي هو بيصنعوها دلوقتي الايه؟ التانك مثلا، لا ما يقدرش واحد يصبها، ما هيبقى ذنوب صغير بلا شك. ها؟ مشتري. واحد يشيله فعلا وبسهوله كمان، ده عشان هيجيبوه بسرعه. المهم فعندنا فعلا ترجيح مذهب مالك وجيه جدا، وده كلام ابن تيميه وابن القيم. حقيقي ابن القيم بيهد بمنتهى الذكاء بمنتهى الذكاء مذهب القلتين. لعله لما يجي ان شاء الله اقول لكم هو بيقول ايه. المهم وقالت الحنفية لا يجوز. المهم ولكنه وارد عليهم حديث بول الأعرابي، صح؟ صح ولا لا؟ فإنه كما عرفت دل على أنه لا يضر قليل النجاسة، ها؟ قليل الماء. الشافعية بقى عبقرة، قالوا إيه؟ أنتوا مش واخدين بالكم، في فرق ما بين النجاسة موجودة والمية تيجي عليها مش مشكلة، لكن لو المية موجودة والنجاسة عليها هي دي الإيه؟ المشكلة. حلو كده ولا لا؟ فقالوا حديث الاعرابي مش النجاسه جت على الميه، لا ده الميه اللي جت على ايه، لكن التاني ده اللي بنتكلم فيه ميه وسقطت فيها ايه نجاسه. وصلت معاكم؟ لا، العلماء بيحاولوا يشوفوا، هم بيحاولوا يشوفوا ايه الحكم ربنا ايه، فبيجتهدوا. ها؟ محاوله للتدقيق ده هو كلام المذهب مع الدليل. لا هو بيجتهدوا يعني، مش يعني. المهم وحاصله احنا فين يا جماعه؟ فقالوا اذا وردت على الماء نجست، اللي هي الايه؟ النجاسه، كما في حديث الاستيقاظ، واذا ورد عليها الماء لم تضر، كما في خبر ايه؟ بول الاعراب. وفي بحث حققناه في حواشي شرح العمده وحواشي ضوء النهار. هو لو يقصد حاشيه شرح العمده دي، هو عامل حاشيه ابن دقيق العيد له شرح، محتاجة شرح بس صعب، بس فز رائع وكله استفاد منه، وهو استفاد من اللي قبله برضه لانه بعد النووي والناس دي. فابن دقيق العيد له شرح اسمه احكام الاحكام، شرح احاديث عمدة الاحكام. الصنعاني عمل حاشية عليه صراحة عشان تعرف متانة الصنعاني، يعني انه فعلا فقيه متين، وانه بيتعقب ويخالف ويعمل، بس احكام الاحكام ده سبحان الله بينقلوا عنه بشراسة يعني في كتب، ها؟ مجلدين، مش زي ما انت شايف كده، لا مجلدين، بس هو رغم قلة الكلام سمتين. المهم وحاصله خلاصة الكلام بقى انهم حكموا انها اذا وردت النجاسة على الماء القليل، ها؟ نجست، واذا ورد عليها الماء القليل لم تنجس. فجعلوا علة عدم تنجيس الماء الورودة، ها؟ على النجاسة. امتى بتنجسش؟ ده هو اللي جاء ايه؟ طبعا كل ده في الماء الكثير ولا القليل؟ وليس كذلك بل التحقيق. وبقولهم اللي انتوا بتقولوها مش فارقة، ده يجي الاول ولا ايه؟ بقولهم الخلاصة كالاتي، انه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئا فشيئا، انت بتصب يجي اول شوية يشيلوا حتة، وتاني شوية يشيلوا حتة، وتالت شوية يشيلوا حتة، انتوا معايا ولا لا؟ فتيجي الاخيرة وفضلة ايه؟ فهو يقول لك نفس الفكرة برضو، ان كل ما في الامر ليه ما حكمناش بالنجاسة؟ لان المية هو بيضيعها ما فضلش اثر،
صح ولا لا؟ بدليل ان لو كنا صبينا المية ولقينا النجاسة بهدلت المية كنا نقول دي ايه؟ نجسة. صح ولا لا؟ المهم هيقول انه حين يرد المعنى يرد شيئا فشيئا حتى تفنى عينه وتذهب النجاسة قبل فنائه، قبل من المية ايه تخلص، فلا يأتي اخر جزء من الماء الوارد على النجاسة الا وقد طهر الايه المحيل الذي اتصلت به او بقي فيه جزء منها، يعني في سواء بقى في الهدمة او يعني عمال يشيل يشيل يبقى اخر جزء بيجي والمكان نضف او فاضل جزء لا قيمة ايه يعني ذرة من النجاسة اللي فاضل. مستوعبين الكلام؟ تمام. قال فلا يتأخذ جزء منها إلا وقد طهر المحل الذي اتصل أو بقي منه جزء منها يفنى وتلاشى عند ملاقات آخر جزء يرد عليه من الماء. كما تفنى النجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالإيه؟ بيقولون هو نفس المعنى. الفكرة هل النجاسة تتلاشى في الماء ولا إيه؟ وده الخلاصة على فكرة، إن المسألة مسألة حسية وليست مسألة غيبية. يعني إيه؟ خلوه على جنب وأشرح كمان شوية. كما تفنى النجاسة. المهم فلا فرق بين هذا وبين الماء الكثير في إفناء الكل للنجاسة، فإن الجزء الأخير من الوارد على النجاسة يحيل عينها، يعني حتى لو أنت بتصب شوية ماء صغيرين على نجاسة صح بيحولها يعني لكثرته بالنسبة إلى ما بقي من النجاسة. يعني الخلاصة هيقوله فالعلة ها في عدم ها تنجيس بورود عليه هي كثرته بالنسبة، هي دي الخلاصة، إن كمية المية كافية ولا مش إيه. وأضرب مثال واضح زي الشمس، عيل تبول على البلاط البلاش اللي هو السيراميك اللي محكم مفيش حاجة تدخل جواه، فتبول والبول أصفر واضح على السيراميك الأبيض، راح واحد تاني عقله زي عقل العيل جه طهره حط حتة كوز صغيرة عليه، المية كلها بقت إيه صفرة زي ما هي. صح؟ هنقول اللي حصل ما عملتش حاجة. صح ولا لا؟ يبقى هي الفكرة مش فكرة ان المية جت على النجاسة، ما انت لو حطيت شوية مية صغيرين مش ايه مش هتعمل، بس لازم تحط مية تفنى معها النجاسة وتتلاشى، فهي دي الخلاصة. عايز اقول لهم مفيش فرق في الورود، وإلا لو انت حطيت مية قليلة على نجاسة كتيرة وفضلت متغيرة ما عملناش حاجة. صح ولا لا؟ عشان كده ايه اللي هتفرق في الورود؟ صح ولا لا؟ ما انت لازم تجيب مية تتلاشى معها الايه. قال فالعلة في عدم تنجيس بوروده عليها هي كثرته بالنسبة اليها للورود، يعني مش مهم مين جه على مين، المهم ان هو المية كافية انها ايه تزيل البتاع دي. فانه لا يعقل التفرقة بين الورودين بان احدهما تنجسه دون الايه الاخر. واذا عرفت ما اسلفناه وان تحديد الكثير والقليل لم ينهض على حدودهما دليل فأقرب الأقاويل بالنظر إلى الدليل، وقول القاسم بن هرمان معه وقول جماعة من الصحابة كما في البحر وعليه عدة. المهم قال ابن دقيق العيد إنه قول لأحمد بن حنبل صح رواية تانية، ونصره بعض المتأخرين من أتباعه ابن تيمية. طبعا ابن دقيق العيد بيقول يعني في ابن تيمية كلام رهيب، يعني انه شاف واحد ترتش علوم الاسلام من لحيته. ورجحه ايضا من اتباع الشافعي القاضي ابو الحسين الروياني صاحب بحر المذهب، كتاب جميل قاله في الالمام، ما له كذا كتاب ابن دقيق العيد. قال وقال ابن حزم في المحلى انه روي عن عائشة ام المؤمنين واحد، وعمر بن الخطاب كده بقى كام، وعبد الله بن مسعود كده كام، وابن عباس والحسين بن علي وميمونة ام المؤمنين وابي هريرة وحذيفة كده ايه هيخش للتابعين بقى، والاسود بن يزيد وعبد الرحمن اخيه وابن المسيب وابن ابي ليلى وسيد بن جبير وجبير ومجاهد وعكرمة والقاسم والحسن البصري وغير هؤلاء ونحن معهم. كل دول عندهم ما فيش فرق بين القليل والايه. فهو لما تيجي العدد ده يوم يهديك شوية عشان ما تقولش اصل ثلاث مذاهب قصاد مالك. صح؟ لا ده هو كان قبل كده ايه في قفيلة كبيرة كلها شايفة ان ايه العبرة بالتغير. والله تعالى اعلى واعلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.